عايزه ايه؟ مين اللي جاب بشاندي ده هنا؟ انت مش عاوزاه يجي في يوم زي ده؟ امال مين اللي هيجيب لي قرارهم ويطمني عليكي؟ نفسك اخطب لك وانا منتصر؟ يا بابا ما تقولش كده، والله ده انا فخور بيك جدا، ده انت استحملت ضربه ما يستحملوش 100 راجل. ما تقولش كده جوه. لا قلت جوه همشي. بيني وبينك بابا احنا هنخش الزباله دي. الزباله دي انت عارف مدفوع فيها كام؟ يا ماما انت عايزه تفضحيني؟ خش 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 وخليكي في حالك. افتحي يا بنتي يا لوزه. العروسه ماتت يا بابا. اول يوم ده بان من اوله. ماما فين يا بنتي؟ ماما مين يا بابا؟ ماما فين يا بنتي؟ موجوده اتفضلوا. انت البوليه يا بابا قفلت لك عينك. ماما بتاعتك غير بتاعتي. اتفضل يا بابا. مساء الخير يا فندم. تيمور عابد الببلاوي. ده مش طبيعي يا بابا. مين ده؟ معرفش، يمكن واحد من قرايبه. اهلا وسهلا. هو بيعمل كده ليه؟ ده بياكل بقه. بياكل بقه يبقى خطر. الله، انت زعلته؟ ايه الاسلوب ده؟ ليه كده؟ احنا ضيوف عندكم. في ايه؟ في ايه؟ وكمان ما يصحش يسيبوا حد خطر كده في البيت. بابا انا خايف قوي. ما تخافش. ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، حصلت لنا الف بركه. ازيك يا تيمور يا حبيبي؟ الله يسلمك. تنزع حضرتك. الحمد لله. بابايا عابد الببلاوي ترزي حريمي. باين على وش حضرتك، انما كفى الله الشر. ايه اللي حصل في وشك؟ لا خير يا فندم، خناقه بسيطه في الشارع، بس بابا ضرب الناس بفترة. بس ده وشه متدمر خالص. اه ما حريك بابا في الخناقات بيضرب بوشه. ده نازل الترع. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الحقيقه يعني ما احنا جايين نطلب ايد الانسه نوال لتيمور ابني، بس الظروف مش سامحه خالص. مين قال كده؟ ده احنا مبسوطين خالص. اهلا وسهلا. هو فعلا حضرتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا شويه. لا ده بشاندي. بشاندي بشاندي ده بركه البيت. زي ما ايه يا ابني؟ ايوه بابا عيني يا حبيبي. يا ابني عامل ملح في عيني يا بابا. ايه يا هانم بترشوا ملح علينا ليه؟ الله لو انت خلينونا يا فندم عشان يبقى عيش وملح بينا وبين بعض. يعني هتحطوا لي نص رغيف في عين الثانيه؟ معلش يا حبيبي معلش. تحرقني يا حبيبي. ما ردتيش علينا يا هانم. ربك كريم، هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلق. يا استاذي احنا اوامر ماشيه على الارض. اوامرك يا سيدي. ده حصان. حصان ولا حمار؟ نعمل ايه؟ هو حضرتك ده بيت نوال زميلتي في الكليه؟ طبعا بيت نوال. يا نوال يا نوال. بنتي نوال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبتي؟ سلامتك. ايه اللي حصل؟ لا مفيش حاجه، حاجه بسيطه حاجه بسيطه. ازيك يا تيمور؟ ازيك انت؟ الحمد لله. ايه مش ملاحظه حاجه عليا؟ مش سلامتك ولا حاجه؟ سلامتك. الله يسلمك. ايه البدله دي؟ ايه؟ ايه البدله دي؟ بدله؟ انت لسه شفتي حاجه؟ مبهوره بالبدله دي. منور يا عم. الله يخليك، انت منوره ما شاء الله. قمر بدري منور. استنى استنى من عيني يا عم. احنا طبق فول؟ ايه اللي بيعمله ده؟ ما رضيتيش علينا يا هارم. الولد قلقان. انا لسه ما جاليش الرد. وجاي منين الرد ده؟ اما يشهل. هو مين اللي يشهل يا فندم؟ الله الله الحمد لله الرد وصل. شوفوا بقى، انتوا سيبونا يومين عشان نفكر، مش كده يا بشندي؟ المكتوب مكتوب، واللي حينشاف حينشاف يا هانم. يا جماعه احنا جايين نعمل عمل، ايه الاسلوب اللي في بيتكم ده يا نوال؟ تيمور ولا كلمه. استهانم عقبال ما يجيلك الرد. تليفون بيتنا عند بنتك، هريانه تليفونات ليل ونهار. اتصلي بينا يلا. يا بابا ما تكلمناش في حياتك. ولا كلمه قدام يلا. معلش يا عمي انا اسف. شاكرين قوي يا نوال، جايبانا انا وابويا ترش علينا ملح. شاكرين قوي. يقولوا علينا ايه يا ماما؟ بيت مجانين. احنا قاعه علينا في المنطقه كلها. ايه خير يا بشندي؟ ايه الاخبار؟ لا يجوز يا هانم. انا قلت والله انه لا يجوز. الولية حماتها جديد مخها ضربه. يا بابا انا مالي ومال، انا اتجوز بنتها. بابا احنا بقالنا ساعه بالليل فمش هنروح. هوديك مطعم كباب اللي كلت فيه انا ومرحوم امك يوم خطبتني. ربنا يخليك حبيبي. انا لما كنت عاوز ابسط امك وافرفشها وادلعها كنت اعزمها في المطعم ده. كل يا تيمور. كل يا ابني. داخل على جواز محتاج ترم عظمة. اللحمة حلوة قوي بابا. قوي. مش بتجيبني ليه من زمان؟ هو الحاج وجوده ده سهل، ده بالحجز يا ابني، انا حاجز لك دي من اسبوع الترابيزة دي. ربنا يخليك يا بابا. بس ده راجل كريم قوي. بص الريشة قد ايه؟ انا عمري ما شفت ريشة كده. هو عيبه انه غالي، بس غالي تمره فيه. يا بابا انت هتقتلني عشان انت اللي هتدفع؟ يا ابني
انا اقصد طعم اللحمه هنا غير اي مكان تاني. بقولك يا بعد اذنك ممكن بعد الخطوبه بعزم نوال وامها هنا؟ وامها لا، نوال في عينيا الاثنين. طب والنبي يا ماما انت ما بتاكلش، خد من ايدي دي يا ابني. كل انت. بص يا بابا الريشه قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. طب والنبي اللي تاكل حته انت عندي كل بس انت. والله ما بتاكل. طب انت اطول وانا اطول. ايه بابا الحكومه دي فيا؟ يلا انزلوا. دول اعظم القوم، اعظم قصدي كبارات البلد، بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول. الاكل يستاهل بصراحه. مش كده؟ اه والله. مراحة فين كده بابا؟ تلاقيهم ما لقوش ترابيزات فاضيه هنا، هياكلوا على الواقف جوه. والنبي يا بابا ما نخلص دول اطلب لنا 2 كيلو تاني. عينيا يا حبيبي. انت والله انت ما تقلش. بتكسفني يا طب دي اطرى من اللي معاك. طب امسك بس. عمي يا يا باشا، ده لحم خرفان مطبوخ في المذبح. انت بتاكل الناس لحم حمير؟ الحمير دي بس عاملها في الدليفري. دليفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير. مالك يا بابا؟ صعبان عليا مرحوم امك، واكلتها هنا كتير. يس 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 يس. شكرين على العشوة الظريفة دي يا بابا، إن شاء الله تعمل لنا على الغدا بكرة صينية كلاب. يعني أنت أكلت لوحدك؟ ما أنا واكل يجي نص حمار. ماشي ماشي. اتفضل. يوعى. اتفضل. ما تغيرش يا عمي، أنا فودة 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 فودة. فودة إيه وزفت إيه؟ إيه الهزار الماسخ بتاعكم ده؟ ناقصكم أنا؟ حرام عليكم. طالع معايا ولا هصيع مع الفشلة دول؟ هيصيع مع الفشلة دول يا عم. طيب هات لي معاك فوار. حاضر يا بابا سلامتك. ايه الاستهبال ده؟ بقيت انا اموت فيها يا عم. بنهزر. بقول لك ايه؟ ايه؟ اطلع هات الكونترباص. ليه؟ عندنا حفله بكره. تتكلم بجد؟ ايوه. مية مية. بابا وحياتك ابعت لي كونترباص. وحياه اميره ولبنى وسميره، وحياه اميره ولبنى وسميره وناديه واختها، وحياه اماني وسمر وناني، وحياه اماني وسمر وناني والشله كلها. نركز يا جماعه، هنعلب اميره ونوطب اختها. اوكي خدي اتصلي بيه. اتصل اقول له ايه بس؟ اوعى انت اوعى. واحد اثنين ثلاثه اربعه. وحياه اماني وسمر وناني. الو. ايوه يا نواف، كلهم موجودين يعني هيروحوا فين؟ الشله كلها. تيمور. نعم. تليفون نواف. يا نواف ما جيتيش ليه؟ مش في بروفة عشان الاغنيه بتاعت بكره؟ انت مالك في ايه؟ ملخبطه ليه؟ طب خلاص هشوفك بكره، مش مشكله تعملي جروب قبل ما نشتغل. اه حلو قوي، يلا باي باي. ما اكدتيش عليه ليه؟ اكد عليه ازاي وانتوا كلكم واقفين فوق دماغي؟ واحد سارق عقد الماس ثمنه 10000 جنيه، نكلمه ازاي؟ نبعت له مسج؟ مش فضلك تيمور، مش حرام يا بنتي، ده امالنا انه يطلع بريء. بس انت ابعتي هاتيه هو وابوه وانا هعرف مين اللي سرق. الخزعبلات دي تعملها على حد تاني. مفيش حد غريب دخل البيت غير هو وابوه. يا ماما دوري كويس، ابوس ايدك. يا بنتي احنا مش هنتهمهم، عمك بشندي هيفتح المندل ويشوف مين اللي سرق. صدقيني مش هو. يا بنتي مدور وعينه مدوره وقصير، اكيد هو اللي سرق. تيمور مش مدور ومش حرام. لا مدور وحرامي كمان. هلو ايفريبادي، تيمور سبيكينج، يو نو مي. اوكي يو وانا ليسن تو مي. وفرطة واختها، وحياة أماني وسمر وناني.
مقدما يا تيمور. الله يبارك فيك يا بابا. بس لو كنت لبست الجاكيت الجلد. لو سمحت يا بابا خليك في هدومك وخليني انا في تيشيرتاتي. هما خدي انت وانا هقابلهم. بص يا عم انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا اتفضل. يلا بقى وما تنهش. يلا باشندي يقول لي انا جدتي مش خالصه انا في ايدين ناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركتن دن بجملي بجملي تركتن دن بجملي يا بفرة بفرة بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غرقي جليل ابي كتول. طب ما تقول كده يا اخي ما تنكدش علينا. في ايه عايزنا نرقص؟ طيب ارقص يا تانت من وين العينة؟ حياتي النبي ترمطوبة. يا تانت الراجل ده بهدلنا انا وبابا جدا. عامله معروف المطوبة. اعتبروه مربوط. حازم الشراب هتحل. ايه يا هاني؟ حد قال لك ان ابني ملبوس؟ ايه يا باشندي ظهر؟ هو ايه يا تانت اللي هيظهر؟ انت هتحضر عفريت؟ العقد الالماظ يا حبيبي. لا يا فندم انا متفق مع نوال هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ احنا بنتكلم على عقد الماظ اختفى اتلقط. لاحظ ان كلامك جارح يا تانت. استنى انت رايح فين؟ انت مش فاهم. عودي ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدي. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف بكلمه مين؟ انا درزي حريمي عمري ما حد سرقني في متر وماشي مش عقد الماس. بابا انا اسف انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال تسرقونا؟ اخرتها ايه ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا انا استناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي عدوا البوليس يا خالتي. وانا نصك يا حمدي. ايه ده وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك سيب البدله سنين. سنين مين يا معفن؟ بس اوعى يلا سيب تضربها بره. تضربني اه عندك ده. يلا بقى عندك. يلا راجل انت ما ناخدك لك وسره. يلا يا معفن يلا كده خرج ولن يعود. بعد عليا بقى في المحل عشان ادي لك عمولتك. الله 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 اعمل ايه اعمل ايه اعمل ايه؟ هتقعد لنا يا عم في حته بقى عصبتني. الله ما انا جوايا نار بتغلي نار وانتوا بتشربوا شيشه ناقص تجيبوا رقاصه. اكيد باشندي دوت مظبط مع حمدي ابن خالتها عشان يطيرك يا ريس. قصدك تقول باشندي هو اللي سرق العقد؟ قاطع دراعي باللي ده اما كان باشندي ده هو اللي عملها. استنى بس دي البنت لوزه الخدامه بنت باشندي. صدق هو باشندي؟ انتوا هتقفوا جنبي ولا ايه النظام؟ انا رقبتي سداده. شوف رقبه فوده معاك يا معلم. يا رب. طب اقول لك الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 7. يا نهار اسود ميعاد نوال نوال. يا بيهي. بقول لك يا نوال انا عايز عنوان باشندي ضروري. باشندي ايه بقى ده وقته؟ ما صدقنا بقينا لوحدنا. يا بنتي انت عايز يفرق بينا؟ ده انا ممكن اولع الدين. ايه يا اعمى يا اعمى ايه مش في ناطح ماشي معاه ولا انا مش مالي عينك؟ يا عم انا عملت لها حاجه. انا استناك لما تعمل لها غور امشي. حرام يا تيمور ده ولد صغير. الصغير بيكبر. يا نوال انت مشكلتك حاجه واحده مش متخيله انا بخاف عليك قد ايه. ما بتقش حد يلمسك. انت بجد بتخاف عليا قوي كده؟ انا مش هجاوبك على السؤال ده. انا هخلي الايام هي اللي تثبت. ايه ده يا تيمور؟ الشجره وقعت يا استفندي. وشرفك لو عايز سمك انزل لك منها سمك. الحد يلمسك قال ده انا اشيل كلمه ذكر من البطاقه. اثبت ياض. بتقول لمين ياض يا ابن التايه؟ بقول لك انت. لا اصحى كلها بتاكل بروتينات وعارفه بعضيها. ايه البول حمضان ده؟ استنى انت يا بسال مالك ياض يا وش؟
منتهب علينا ليه؟ في حاجة؟ في حاجة، في جماجم بتهاجم وعفاريت بتموت، لسه حافظها امبارح. خلي بالك ده ممكن يقطعك. اسكت انت. مين البت دي؟ ايه؟ واحدة كده. واحدة ايه يا تيموس؟ البت دي تلزمنا، نفض لنفسك يا. نفض ايه؟ في حاجة في هدومي يا نوال؟ هدومك ايه؟ أنا مخطوفة. ما تكبريش الموضوع بقى يا نوال. يا نهار اسود، البت اتخطفت، البت اتخطفت. استنى ادب سيلا، انت وقفصين الخضار اللي معاك، مين اللي هاكل على قفاه الاول؟ يلا قلت لك هيقطعها. هم راحوا فين؟ راحوا فين؟ في حاجه ياض، عايز حاجه ياض؟ عايز الاستفنديه بتاعتي. خد تعالى. بتعرضها ياض؟ انا مش قلت لك طريها ياض؟ طريها. اوعى تفكر تمشي ورانا. ليه مش وراك ليه؟ يلا بسله فله. يلا ايه يا كابتن، في حاجه؟ لا يا باشا مفيش حاجة، أنا كنت جايب خطيبتي من الدرس فالعيال دي غلست، بس أنا قمت بالواجب يا باشا. صح؟ طب خد خطيبتك وروح وبلاش تمشي في شوارع الضلمة دي تاني. حاضر يا باشا، مش همشي في الشوارع دي تاني. سلام. كده تسيبهم ياخدوني؟ أنت بتستهبلي، ياخدوك إيه ده؟ أنت روحي افهملي، أنا ما أقدرش أتخانق وأنت معايا تتبهدلي، وكنت شايف الحكومة في المكان. أنا قلت كده برضو. هتعمل إيه مع باشندي؟ لا باشندي ده حكايته حكاية. في ايه يا تيمور؟ في ايه؟ ما تكلمش من الشارع ده، انت مش لسه حضرة الضابط قايل لنا ما حدش يمشي في الشارع؟ بصي شكله عاجبك الشارع. انا ماشي، انا ماشي. اصحى سي بيتهوفن. يا بابا خير؟ انت جايلك نوم وابوك متهم بالسرقه. يا بابا اعمل ايه؟ انا نايم. حرام. تنام ازاي وابوك حرامي؟ خلاص يا بابا روح سلم نفسك. انت بتهرج كمان؟ طب اعمل ايه يا بابا؟ انزل اقتلهم دلوقتي؟ يا ريت يا ابني تجيب لي حقي، ولا ناوي تهرب زي ما هربت في خناقه العربيه؟ وشرفك يا ابويا، وشرفك اللي جايب لك حقك. ما تشوف بس، سيبنا ننام دلوقتي. انا مش حرامي يا تيمور. انا عارف بابا بتقول لي انا ده ابنك، تصبح على خير. انا مش حرامي يا ابني. والله يا بابا عايز انام، عايز انام. انا مش حرامي. أنا مش حرامي. انا عايز انام اموت. تيمور انت نمت يا ابني؟ اسحب يا بابا. انت عاوز اقول لك انا مش حرامي. بس بقى يا بابا. لا بيت باشندي هو دوت. اخلص اخلص. حضر يا باشا. سيادته المدير حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم صاحب توكيلات الطيور المهاجره، هو اللي مأكلنا، هو اللي ملبسنا، هو اللي مقلعنا، هو حاتم الحاتم ابو حاتم. حاتم الحاتم ابو حاتم. هو فين؟ هو فين؟ هو فين؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا اطلع. اقول لك. قل لي. هدول مساكين؟ مساكين سيادتك. يلا طلع طلع، وزع، فرقوا مالي، فرقوا فرقوا. لا حول الله، بعدك شب ترى. والله حزنت عليك، والله تأثرت لي، لحظة ابكي. الله يقول لي انت مشلول ولا رجولك منمله؟ لا اخويا مشلول، وانت واقف على رجليك. خمسه. معك فلوس وعملت مره وانا مش لاقي اللغه. خمسه. حرام عليك. اعطيله خمسه. حرام عليك. يا ابيض والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لانك ما ربيته. انت ما ربيته، ما ربيته. اعطيله اعطيله. كم باقي معنا؟ 100,000 سنة. اعطيه. يلا يلا يلا. بقول لسيادتك 100,000. يا اخي السؤال، هذا الملحقك ولا حقي؟ حق سيادتك. اعطيه. حاضر سيادتك. انا مالي. اطلع يا ابا يا هلا. شوف اول ما ريته دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. انتوا بقى عايزين بشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلوة. اراك توزع من مال امك. عسل سيادتك. يا بنت الدوشه اللي بره دي، راجل غني قوي بره ومعاه حراسه ياما. ابعت ابعت يا اللي بتبعت. واداني 100 جنيه. فين هما يا بنت؟ ايدك. الله. ايه هو ده وقته؟ على رايك خليه يستنى بره شويه وما يدخلش على طول. امرك يا سيدي. قشطه. ما تغلفنيش، بقولك طلع تهوى الفلوس. عم راجل قولي بدهم لنا يا عم. بقولك طلع دول عهده يا ابني. تيلو خلصنا. يلا عدي. سيادة المدير حاتم الحاتم ابو حاتم، يعني طيور المهاجرة. اهلا اهلا. ما شاء الله تبارك الله، والله ساحر.
الاتموسفير حقه كله سحر والله. مساك الله بالخير. اهلا اهلا وسهلا. اعطيله اعطيله. يا الف اهلا وسهلا. والله مسكين ما معك ساعه؟ معي سموك. اعطي يا رجال. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ما معك سياره؟ معي سياره. اعطي. يا 300,000 اهلا وسهلا. ما عليك ما عليك. الشباب شباب تبعنا. خير يا بيش؟ ولو كان خير كنا جينا المكان النتن هذا. والله مو خير. اللي جالس قدامك 9 سنين ما نمت ما دقت طعم النوم. يبقى معمول لك عمل. وين الجديد يا شيرلوك هولمز انت؟ كل الناس قالوا لي ناس مسويين لك عمل، والشك دخل براسي، شكيت في اهلي يا رجال. اول امس جبت جوزتي قلت لها تعال انت اللي سويتي لي عمل؟ قالت لي والله قبل ما اكمل طقتها ماتت. ولادي اللي بضوره جوا لي صباح الخير يا بابا، قلت ما في صباح الخير، تعال يا حماده انت اللي سويت لي بابا عمل يا حماده؟ قال بابا ما كمل طقته وقع جنب امه. والله الشك جنني. وقفت في الشرفه ببص لقيت عفيفي في آخر الفيلا. عفيفي مين؟ السواق الصومالي حق اللاند كروزر تبعي. قلت تعال ايش فيك يا عفيفي خزيان؟ قال لي يا عمي انا اللي سويت لك العمل. وعملت له ايه؟ والله سمحته. ليه؟ صدق ما كذب علي ما كذب. قلت له عفيفي ايش سويته في العمل؟ قال لي يا عمي سوينا لك انك ما تنام ما تنام وجواك جن جن جواك. شوف تاج السيرة يا لطيف. احنا حنفك لك العمل. تدري يا وجه البرص انت لو ما طلعت الجن والله تقرسك بالنار هذه، ولو طلعته الخير جالك جالك. والله اول شيء طقم اسنان لولي من سويسرا غير الهدايا واليخوت. ما تبغي ما تبغي. قوم حضرتك عشان تنام. انام؟ والله هلكتني. تتبهلل علي انت يا الكل؟ اقول لك ما نام تقول لي نام؟ خلاص مدت. قول مدد 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 سموك. فروتي عصيدة عصيدة. يا ليت يا ليت يا ليت عندي عصيدة واربع صواني مرق مرق حتى يسيل العرق حتى يسيل العرق. ايش هذا؟ ايش هذا؟ لمبرنا يا عمي. لنبرنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ طراني اعمل ببي دخان. والله سوي بوليوشن. اطلع وش طالع؟ اطلع قلتلك وش طالع. تبي انا العفريت. ساعتني ليه يا حرامي؟ انا مش حرامي. لا حرامي تسرق كل الناس. فاكر اخر مره سرقت فيها؟ لو جبت ام منوال يا حرامي. انا مش سرقتش حاجه. لا اهو العوده يا معلم. والله انا كان قلبي حس ان انت نصاب يا بقه. هو انت امال مين يا حبيبي؟ طيب يا سيدي مش خدتوا اللي انتوا عايزينه؟ سيبوني بقى في حالي. الحق الحق نسيبك انت اهبل. لازم منوال تعرف وحمدي والبوليس والدنيا كلها. لا ابو سيدك حمدي لا منوال انا باكل من عيش. خلاص يبقى نتفق زي ما قلت عليا لا يجوز ترجع تقول يا جوز. ما ينفعش ما ينفعش اقول لا يا جوز وارجع اقول يا جوز. ده بقى خلاص انا هخدمك في الجوازه دي. ام نوال مستنيه الخلانوسه فارغ الصبر. مين الخلانوسه دي؟ كبرتنا اللي هتوصل بعد اسبوعين وانا هظبطك عند الخلانوسه. بتقول ايه يا بشندي؟ ايوه يا هانم الخلانوسه وصلت عندي النهارده. خالتي نوسه وصلت؟ يا اخي يا زغرد ده انا الفرحه مش سايعاني. لا دي اللي هتجيب التايه. كفايه يا بشندي يا اخوي لحسن انا جسمي بيتنفض. خلاص هنستناكي النهارده. حاضر يا اخوي اجيلها النهارده انا ورايا حاجه. بالسلامه بالسلامه بالسلامه. هاتو اسمع يا عم زفت انت اللي اقوله شرط اخره ايه؟ نور. لا ضلمه 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 على اليخون. كلمه تطلع كده كلمه كده تعال اوريك هنعمل فيك ايه.
لفوا.